السلام عليكم. الحاجات المهمة والحاجات اللي الناس كتير بتحسن منها من خلال الفريلانسر موضوع الداتا فيجواليزيشن، ان انت تظهر البيانات بشكل كويس. يعني ممكن يكون عندك كمية داتا كتيرة جدا لكن مش قادر تعرضها بشكل بروفيشنال زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. هنا الموقع دوت بيديهولك بسهولة جدا ان انت تقدر تعرض البيانات بتاعتك بأشكال جميلة مفهومة للناس. حاول مثلا create new visualization، فبيديني اشكال كتيرة زي ما انت شايف، تقدر تختار الشكل اللي انت عايزه، بحيث مثلا عندك ميزانية دولة، عندك اي حاجة تقدر ان انت تعرضها بشكل كويس. في هنا خرائط للعالم كله، لافريقيا، لكل الدول. افريقيا مثلا هي كل الدول ظاهرة، فتقدر ان انت تدخل الداتا اللي عندك بحيث ان كل مثلا واحدة يبقى ظاهر معاها الارقام من رقم كذا لرقم كذا. ده البريفيو. عايز ابدأ ادخل بقى في البيانات، فبقول له الداتا، فبيبدأ يجيب لي الداتا بشكل دوت. فاول ما تغير الرقم تبدأ الالوان هنا تتغير. الموضوع بسيط جدا، يعني مجرد ان انت مثلا هتقول له ان الدولة دي قدامها القيمة بتاعتها كذا مثلا 200. تمام. طيب دي اللي هي هندسة، هتبدأ اللون بتاعها يتغير. تعالى مثلا نخش على مصر مثلا، ايجيبت اهي. تعالى نشوف ايجيبت اهوت، هخليها مثلا تاخد رقم صغير نيل، هتلاقي فعلا اللون اتغير. تمام. هي دي الفكرة، انت عندك بيانات بتبدأ تدخلها بحيث انها تظهر معاك بشكل كويس. ممكن البيانات تكون مثلا موجودة في اكسل اللي بتقدر ترفعها بشكل اسهل، ممكن تعمل داتا بشكل دوت. عندك بيانات بشكل دوت هتبقى الموضوع اسهل جدا في الفهم. ممكن دي مثلا المبيعات، كل منتج اتباع منه قد ايه. هتدخل على الداتا تبدأ تملى الداتا اللي انت عايزها بحيث انها تظهر معاك بشكل كويس. ده بيقول لك في الفترة كذا حصل، السنة كذا 1990 آسيا حصل فيها قد كذا، وسنة 1910 حصل كذا، وهكذا. تمام. هيظهر معاك بقى بالشكل دوت. أول ما تعدل الأرقام تبدأ الشكل ده يتعدل معاك. بعد ما تخلص ممكن تقول له اكسبورت أو بابلش، وتصدر الشغل دوت سواء كصورة أو HTML. او ممكن تضيفها للكانفا برزنتيشن، موقع كانفا بنبدا نعمل عليه البرزنتيشن بتاعنا.